الأهرام. الليلة القمة تتزين لفارس الأحلام. الأهلي يستدرج بيراميدز في مباراة لا تقبل القسمة على 2. الأخبار: الأحمر يعتمد على عنصر المفاجأة. الجمهورية: صدارة الدوري تحت الاختبار اليوم. الأهلي يواجه بيراميدز تحت شعار رد الاعتبار. المساء: الأهلي في مهمة صعبة اليوم. لاسارتي يتمسك بالفوز من أجل البقاء على القمة، والأوروجواياني يطالب الدفاع بالتركيز. الأخبار المسائي: الأهلي وبيراميدز قمة الصقر. البطل يسعى لمصالحة جماهير، والمنافس الجديد عينه على الصدارة. اليوم السابع: الأهلي يتحدى بيراميدز في معركة البقاء للأقوى. معلول والسولية وفتحي وأزارو أوراق الأحمر الهجومية. الوطن: غيابات من العيار الثقيل في الأهلي أمام تحديات بيراميدز في الدوري. 9 تغييرات في تشكيل الأحمر. أزارو الأقرب لقيادة الهجوم. لاسارتي يحذر اللاعبين من الرباعي الخطير. طيب نبتدي بالأهرام اللي بتتكلم طبعا عن مباراة الأهلي وبيراميدز، وأكيد مدركين جدا مدى أهمية هذه المباراة. فبيقولوا إن الأهلي هيستدرك بيراميدز في مباراة لا تقبل القسمة على 2. ليه لا تقبل القسمة على 2؟ لأن الاثنين بينافسوا على بطولة الدوري. في الحقيقة بيراميدز عامل موسم جيد جدا. النادي الأهلي متصدر بطولة الدوري حتى هذه اللحظة، وبالمناسبة في مباراة الزمالك والإسماعيلي كمان في هذه اللحظات بتتلعب، مباراة غاية في الصعوبة بالنسبة أيضا للفرقتين، ويمكن أصعب شوية بالنسبة للزمالك اللي عنده غيابات أيضا. لكن مهم جدا من خلال مباراة النهاردة، وده الكلام اللي بتتكلم فيه الأهرام، إن المباراة هتكون مثيرة وممتعة وكل حاجة، لكن كل فريق من الاثنين عايز يكسب. من هنا هتيجي الإثارة، من هنا هتيجي المتعة. إحنا عن نفسنا إحنا بنتمنى أكيد النادي الأهلي هو اللي يكون موفق في هذه المباراة، وخصوصا المباراة هتكون صعبة، لأن بيراميدز كمان لو فاز في المباراة دي ممكن يكون في الصدارة، بس مع وضع في الاعتبار أنه هو عنده مباراتين زيادة عن الأهلي وعن الزمالك يعني. لكن أيا كان هو متواجد في المنافسة بشكل كبير. نروح للجمهورية، واللي بتقول أن صدارة الدوري تحت الاختبار اليوم، وبيتكلموا عن الأهلي هيواجه بيراميدز في هذه المباراة بشعار رد الاعتبار. احنا عارفين النتيجة بتاعت الدور الأول، كانت أول مباراة لمستر لاسارتي مع النادي الأهلي، وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 2-1 بعد ما الأهلي كان متقدم في الشوط الأول بنتيجة 1-0 لهدف أزارو. لكن هي القصة مش حتة موضوع رد اعتبار، النادي الأهلي بيفكر في كل مباراة على حدة، وبيفكر على الهدف الأساسي بالنسبة له هو الفوز في المباراة وحصد 3 نقاط. هي مباراة زيها زي أي مباراة أخرى بتتلعب في بطولة الدوري، هي مباراة بمجرد ب3 نقاط فقط يعني. فتركيز النادي الأهلي على كده، مش على ان هو يرد الاعتبار ولا حاجة. مهم جدا ان انت تكسب بيراميدز، ومهم جدا بالتحديد بعد ما هم كسبوك في الدور الاول، صعب ان انت تخسر منهم تاني، يبقى ماتشين في موسم واحد هيبقى الامور صعبة جدا. لكن التركيز كله منصب من الجهاز الفني واللاعبين على كيفية احراز الفوز، وكيفية الخروج ب3 نقاط في مشوار النادي الاهلي في بطولة الدوري بالتحديد من هذه المباراة. المساء بتقول ان الاهلي في مهمه صعبه، وهي في الحقيقه مهمه صعبه، لان فريق بيراميدز فريق قوي جدا وبيمتلك عديد من اللاعبين المميزين. وبيقولوا كمان ان لاسارتي بيتمسك بالفوز من اجل البقاء على القمه، وطلب التركيز من المدافعين في هذه المباراه. حته يتمسك بالفوز، هو طبيعي بيتمسك بالفوز، واي مباراه بياخدها النادي الاهلي بيبقى هدفه الاساسي هو الفوز فيها. لكن هي فعلا مباراة صعبة جدا، وأصبحت من مباريات القمة في بطولة الدوري، حتى لو فريق بيراميدز ده ما عندوش أي تاريخ ولا أي يعني نتائج قبل كده تاريخية بشكل كبير، يعني ما عندوش أي بطولات حتى يعني. لكن ما بتكلم سواء تحت المسمى القديم أو الجديد يعني، لكن
يبقى فريق قوي، عنده إمكانيات قوية جدا، عنده لاعبين من أمريكا اللاتينية ولاعبين من آسيا ولاعبين من أفريقيا ومن كذا حتة، وطبعا عندهم لاعبين مصريين مميزين جدا جدا، فبالتالي الإمكانيات بتاعتهم بتساعدهم هذا الموسم على المنافسة على بطولة الدوري. بالتالي أيضا هي مباراة قمة النهاردة بشئنا أم أبينا، هتبقى مباراة قوية جدا ما بين الفرقتين. الأخبار المسائي بتقول برضو ان هي قمة الصقر، البعض يعني بيستنتج او ده شيء طبيعي، يعني الناس تتكلم على ان المباراة دي هتبقى سائرية بالنسبة لنادي الاهلي بعد المباراة الاولى يعني، لكن برضو عايزين نأكد على ان الاهلي بيخوض هذه المباراة باعتباره بيواجه منافس زي اي المنافسين في بطولة الدوري، او طبعا فريق كبير بأكد، فريق محترم وامكانيات كبيرة، لكن انت برضو الهدف الاساسي بالنسبه لك ان انت تفوز بالنقاط الثلاثه الخاصه بهذه المباراه. لكن اللي مصعب برضو من المباراه دي ان هم عينهم على الصداره او المنافسه بشكل اكبر على بطوله الدوري، هم بيحتلوا دلوقتي المركز الثالث، وعارفين النادي الاهلي المركز الاول والزمالك هو المركز الثاني. اليوم السابع وصفت المباراه بان هي معركه البقاء للاقوى، وده خصوصا الفريقين جامدين جدا، امكانيات فنيه هنا عاليه وامكانيات فنيه هنا عاليه ولاعبين مميزين جدا في الفرقتين، فبالتالي بتقول ان المباراه دي الاقوى فيها هو اللي هيقدر يفوز ان شاء الله يكون النادي الاهلي يعني. وبيقولوا ان علي معلول وعمرو السوليه واحمد فتحي وازارو اوراق الاحمر الهجوميه، بيتوقعوا التشكيل وبنسبة كبيرة الرباعي ده فعلا هيكون موجود في التشكيل الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي يعني في أرضية الملعب. كان في شكوك شوية على علي معلول، لكن أعتقد خلاص علي معلول جاهز للمشاركة في هذه المباراة طبقا للرؤية الفنية الخاصة. طبعا مستر السارتي ممكن يكون في حسابات أخرى يعني، وعندنا كمان محمود وحيد باك ليفت مميز جدا في قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة، فأيا كان مين اللي هيكون موجود بإذن الله يكونوا موفقين في حصد الثلاث نقاط، وده الشيء الأهم بالنسبة للنادي الأهلي في مباراة اليوم. وميزة مباراة اليوم إن أنت لو كسبتها هتصالح بيها فعلا جمهور النادي الأهلي، عشان نبقى صراحة كده جمهور النادي الأهلي كان بيعقد آمال كبيرة جدا جدا على الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا. كانت صدمة الخروج، وكانت صدمة الخروج بالنتيجة الكبيرة دي من صن داونز، فأقرب وسيلة للصلح مع جمهور النادي الأهلي هو الفوز في مباراة النهاردة، وخصوصا ان هي مع منافس قوي وكبير وبينافس معاك على القمه وهو فريق بيراميدز، فمن هنا جايه اهميه هذه المباراه، ومن هنا مدرك بشكل كبير جدا لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني اهميه الفوز في البدايه لحصد ثلاث نقاط، وكمان قبل الثلاث نقاط لمصالحه جمهور النادي الاهلي. الوطن بقى بتتكلم عن الغيابات بالنسبه للنادي الاهلي، بيقولوا ان في غيابات كتير بالنسبه للفريق في هذه المباراه، وعدد كبير من اللاعبين اللي بيغيبوا عن الأهلي في هذه المباراة، فبيقولوا بالتالي هيكون في تغييرات كتير في التشكيل، وكمان بيتكلموا على التشكيل الأقرب، وخصوصا انهم بيقولوا ان أزارو هو الأقرب لقيادة الهجوم، ولاسارتي يحذر اللاعبين من الرباعي الخطير. خلينا ناخد العنوان واحده واحده يعني، هو الغيابات عندنا فعلا او في النادي الاهلي غيابات كتير، عندك رمضان صبحي ابرز الغائبين عن هذه المباراه، ولاعيب كان هيبقى مهم قوي وفي المباراة دي أكيد كنت هتستخدمه بشكل أساسي لأنه لعيب مميز، وإمكانيات رمضان صبحي معلومة عند الجميع يعني، وعارفين مدى أهميته في المباراة دي كمان بالتحديد وفي كل مباراة في الحقيقة، فإمكانياته وتميزه عن باقي اللاعبين في الفريق الثاني أكيد كان هيدي إيجابية أكبر بالنسبة للنادي الأهلي، لكن أيا كان رمضان مصاب ومش هيشارك في هذه المباراة، فده يعتبر أكتر غياب مؤثر. كمان من ضمن الغيابات في سعد سمير، أيضا لاعب خبرات كبيرة ولاعب مميز جدا، وكان ممكن يكون موجود في مباراة زي دي، لكن أيضا مصاب اللحظة دي وإحنا عارفينها في قطع جزء في الرباط الخلفي الصليبي، فبالتالي سعد بعيد. كريم ندفت كمان مصاب في الغضروف، غضروف الركبة. صلاح محسن لسه مش جاهز حتى ان هو شارك في مباراة صن داونز لدقائق قليلة، لكن هو صلاح محسن اشتكى كمان من اجهاد بعد هذه المباراة. اسلام محارب بعيد بقاله فترة، هشام محمد خلاص برضو قرب ان هو يدخل مع الفريق في التدريبات الجماعية، لكن ايضا خارج هذه المباراة، بالاضافة للشريف اكرامي
احد نجوم النادي الاهلي، وكمان في محمد نجيب وفي عمرو جمال وفي اكثر من لاعب مش موجودين في هذه المباراه. لكن ايا كان نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم ويخرج بالنتيجه المطلوبه، وان شاء الله باذن الله يكون اداء ونتيجه كويسين جدا 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 من النادي الاهلي في مباراه النهارده. دي كانت الاخبار اللي كتبت عن النادي الاهلي في الصحف، ايه بقى اللي كتب في المواقع؟ يلا نروح نشوف. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: راح 24 ساعه عقد مباراه بيراميدز. اليوم السابع: الاهلي يتحدى بيراميدز في معركه البقاء للاقوى على صراع القمه. البوابه سبورت بعد اجتماع مجلس الاهلي: مباراه بيراميدز بحضور جماهيري. الوفد: الخطيب يتعهد بالتزام جماهير الاهلي في لقاء بيراميدز. فيتو: قراءة في حسابات مارتن لاسارتي قبل مواجهة بيراميدز. الشروق: حكم مواجهة بيراميدز وش الخير على الأهلي في القمة 100. المصري اليوم: الجولة التي لا تعرف خسارة الأهلي. في الجول: مران مستبعدي الاهلي، صلاح محسن ونجد يجريان جلسه علاج طبيعي، محارب يواصل التاهيل وغياب اكرامي. سوبر كوره: يكشف مده غياب رمضان صبحي عن الاهلي للاصابه. طيب اخبار الاهلي في المواقع طبعا كلها بتتكلم عن مباراه النهارده، وده شيء طبيعي جدا. خلينا نبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي، واللي قال واعلن ان بكره هيكون راحه بالنسبه لفريق النادي الاهلي من التدريبات بعد مباراه بيراميدز، وخصوصا ان انت المواجهه اللي جايه عندك على طول هتكون يوم 25 بعد التعديل. هي كانت المفروض يوم 23 مع المصري، بقت يوم 25 مع المصري، وده بسبب التعديلات الدستوريه والاستفتاء على الدستور الجديد. فبالتالي بكرة قرر الجهاز الفني بعد مباراة النهاردة يكون في راحة 24 ساعة عشان يتجنبوا الإجهاد بشكل أو بآخر، ويكون في استشفاء كافي بالنسبة للاعبين. الاستشفاء ده في الحقيقة مش بيبقى من خلال الراحة بس يوم، لا بيبقى من خلال بعض التدريبات كمان الاستشفائية اللي بتكون مع بداية المران أو عودة الفريق للمران لاستعداد المباراة التالية على طول. فبالتالي خلاص بكرة راحة بالنسبة للنادي الأهلي بعد مباراة النهاردة، وإن شاء الله يعني يتجنبوا أكبر قدر ممكن من الإجهاد، لأن الإجهاد ممكن يؤثر بشكل كبير خصوصا في توالي المباريات في بطولة الدوري هذا الموسم والفترة الجاية دي بالتحديد شهر 4 وشهر 5. كمان هيكون في مباريات كتيرة جدا لكل الفرق في الحقيقة في بطولة الدوري، فالفريق اللي هيبقى أجهز بدنيا وفنيا وذهنيا كمان، لأن أنت لازم تبقى مهيئ ذهنيا لخوض المباريات، ولازم أنت ما تخلص مباراة تفكر في اللي بعديه على طول ايا كانت النتيجه عشان تفضل في المنافسه، وخصوصا المنافسه هذا الموسم صعبه جدا، واول مره من سنوات وسنوات نشوف منافسه ما بين ثلاثي على بطوله الدوري. طيب البوابه سبورت بعد اجتماع مجلس الاهلي ومباراه بيراميدز بحضور جماهيري، وده اللي اتكلمنا فيه مع بدايه الحلقه، وهو خبر معروف خلاص بالنسبه للجميع يعني، وقلنا لحضراتكم كمان كل الكواليس. لكن هنا برضو لازم نوجه كل التحيه والتقدير زي ما حيينا وقدرنا طبعا وبنقدر اكيد الامن، لكن لازم نحيي مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان مصر بشكل كبير جدا جدا على خوض المباراه بجمهوره، لان الاهلي في الحقيقه بيدور على حقه وحق من حقوقه حضور الجمهور للمباراه، ما كانش في اي سبب يعني يعيق حضور جماهير النادي الاهلي. وكمان الاهلي ما تاثرش ببعض الاصوات الاعلاميه اللي قالت لك لا الاهلي لازم يسمع الكلام، مع كل الاحترام والتقدير للشخصيات دي يعني، في شخصيات قالت لا الاهلي حقه فعلا، ودي ناس طبعا محترمه جدا جدا جدا، والشخصيات الاخرى محترمه ايضا قالت ان لا الاهلي لازم يسمع كلام الامن، ولما الامن يقول لك حاجه لازم تقول له حاضر، هو اوكي احنا بنحترم الامن وبنسمع كلام الامن وكل حاجه، بس لازم يكون عندي محاولاتي ولازم يكون عندي
او استخدام لحق من حقوقي ان انا احاول مع الامن وان انا اقنعهم بحضور الجماهير، وخصوصا ان زي ما قلت لحضرتكم مفيش اي شيء يمنع حضور جمهور النادي الاهلي لمؤازره الفريق في مباراه بيراميدز، لان كده كده الجمهور بيحضر في كل المباريات بتاعه الدوري فيما عدا المباريات الشعبيه واللائحه اللي احنا عارفينها مع بدايه الموسم من اتحاد الكوره واتكلمنا فيها مرارا وتكرارا، وامبارح عدنا وزدنا فيها علشان نعرف الناس حقيقه الموقف ايه. لكن انت دلوقتي بتلعب نادي مش شعبي اصلا، نادي غير جماهيري خالص، ما حدش بيشجعه، فما فيش اي عائق لحضور جمهور النادي الاهلي، وده اللي كان بيشتغل عليه وده اللي كان بيحاول يقنع بيه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب كل الجهات الامنيه وكل المسؤولين على الامن، واللي هو في الحقيقه نجح فيه اخيرا مع نهايه اليوم امبارح. فبالتالي النتاج كان حضور ان شاء الله باذن الله جمهور النادي الاهلي. الحضور هيبقى كام؟ 5000 متفرج او 5000 مشجع، منهم 3000 من جمهور النادي الاهلي، و1000 ونص دعوه بتبقى لاتحاد الكوره وبعض الجهات، و500 دعوه للفريق الضيف وهو فريق بيراميدز في هذه المباراه. فبالتالي كل التحيه والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي على حرصه الشديد في حضور جمهور النادي الاهلي لمباراته، وده حقه الطبيعي واللي اشتغل عليه واللي حاول فيه لحد النهايه، والحمد لله محاولات نجحت. في نفس السياق الوفد بتقول ان الكابتن محمود الخطيب تعهد بالتزام جماهير الاهلي في لقاء بيراميدز. طبيعي جدا ان الجمهور يبقى ملتزم، وزي ما قلت لحضراتكم الجمهور هدفه الفتره دي مسانده الفريق، ودايما بيبقى هدفه مسانده الفريق في الحقيقه يعني، لكن لما بتحصل بعض الامور الطارئه اللي بيبقى محتاج جمهور الاهلي يعلق عليها بيضطر يعلق، لكن الفتره دي صعبه شويه على الاهلي، صعبه شويه على جمهوره وعلى لاعبيه على جهازه الفني على ادارته. فبالتالي كل مدرك اهميه مسانده الفريق الاول لكره القدم عشان نخرج بنتائج افضل من كده. خرجنا من بطوله دوري ابطال افريقيا، ما قدامكش غير دوري وكاس وسوبر لو اتلعب السوبر كمان، مش عارفين ميعاده امتى ولا الكاس عارفين ميعاده امتى، لكن المهم احنا في الدوري دلوقتي. ف الكابتن محمود الخطيب كان من خلال كلامه من خلال الوفد كاتبينه يعني ان هو من خلال تواصله مع الجهات الامنيه قال ان جمهور النادي الاهلي مش هيعمل اي امور خارجه عن النص يعني، وده طبيعي من جمهور النادي الاهلي يعني. فكلنا ثقه في الجماهير ان شاء الله ان هي تساند الفريق ليس الا خلال مباراه اليوم، كل المسانده عشان ان شاء الله الفريق يخرج بثلاث نقاط مهمه. الشروق بقى بتقول ان حكم مباراه بيراميدز النهارده الاهلي وبيراميدز حكم، والله جزئيه برضو لازم نتكلم فيها. كنا قلنا امبارح وكنا قلنا بقالنا فتره ان المباريات الكبيره يا جماعه محتاجه حكام تصنيف اول في اوروبا. هل الحكم ايفان بيبيك ده تصنيف اول في اوروبا؟ لا مش تصنيف اول، لو المعلومه بتاعتي غلط يا جماعه قولوها لي، بس هو مش تصنيف اول تمام. لكن مباريات الاهلي وبيراميدز، اهلي وزمالك، اهلي واسماعيلي، اهلي ومصري، والعكس ما بين كل الفرق الكبيره دي واتحاد وكلام من ده، لما تكون ناوي ان انت تجيب حكم اجنبي كاتحاد كوره اتعلم، او مش عايز اقول اتعلم يعني، شوف الدول اللي حوالينا بتعمل ايه وبتجيب حكام بمواصفات عامله ازاي وتصنيفهم بيبقى ايه على مستوى العالم وعلى مستوى اوروبا، ونحاول نعمل زيهم. مش عيب، ايه المشكله؟ مش اول حد يقول لنا اوكي نجيبه، او الدنيا تبقى مثلا نشوف اتحادات كرواتيا وكلام من ده. ما اعتقدش ان زي ماتش الاهلي والزمالك كان حكم روماني يعني، مش ده اللي هيكون في صالح المباراه بشكل عام ايا كان. ما اعرفش مستوى الحكم ايه، لكن ايا كان هو نتمنى ان هو يكون حكم موفق في اداره مباراه اليوم. احنا عايزينه يبقى حكم محايد ما بين الفرقتين، عايزين الامور تبقى ماشيه كويس. بس انا كان نفسي ان الاتحاد يجيب حكم افضل من كده، برضو الدوري المصري مش دوري قليل، ومباراه الاهلي وبيراميدز مش مباراه قليله. لكن ايا كان الحكم ده جه قبل كده حكم مباراه القمه رقم 100 ما بين الاهلي والزمالك، وده كان في موسم 2007 2008، والمباراه دي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدف للنجم الكبير جدا جدا كابتن محمد ابو تريكه. فالشروق بتقول ان ده وش الخير، الحكم ده هيكون وش الخير على النادي الاهلي، خصوصا ان هو حكم قبل كده مباراه للنادي الاهلي. نتمنى ان هو فعلا يكون وش الخير، ونتمنى قبل كل ده ان هو يكون حكم مميز ومحايد في ارض الملعب، ويكون شخصيته قوية، وبإذن الله النادي الأهلي يقدر يوفق من خلال هذه المباراة ويقرر الفوز في تواجد هذا الحكم على فريق بيراميدز المرة دي مش على نادي الزمالك. المصري اليوم بتقول برضو ف
تفاؤل حسن من ضمن الحاجات اللي بيتفائل بيها البعض يعني، وهي خاصه بيه ان الجوله رقم 25 في بطوله الدوري النادي الاهلي على مدار تاريخه ما خسرش خالص خالص في هذه الجوله. يعني كل المباريات الاهلي خاضها في بطوله الدوري الممتاز بالتحديد في الالفيه الجديده ما خسرش في الجوله رقم 25 اطلاقا. بالعكس ده حقق نتائج كبيره جدا بسكور كمان في هذه الجوله. ممكن ده يبقى فال حسن قبل مباراه اليوم، احنا عايزين ناخد الثلاث نقط لو في سكور خير وبركه يا سلام نتمنى، لكن المصري اليوم بيقولوا يعني ان الجوله دي الاهلي ما خسرش فيها خالص، ان شاء الله نتمنى ان هو ما يخسرش فيها كمان خلال مباراه النهارده، وكلنا امال كبيره وثقه كبيره جدا جدا في الجهاز الفني واللاعبين خلال الفتره دي. في الجول بتتكلم عن مران مستبعدي الاهلي النهارده، طبيعي كان في مران بالنسبه للاعبين المستبعدين عن مباراه الاهلي وبيراميدز، وكلهم لاعبين مهمين جدا، فبالتالي بيكون ليهم مران خاص سواء من الناحيه البدنيه بيبقى مران قوي شويه خصوصا ان هم بعيد عن المباريات الجاهز فيهم بدنيا، لان طبعا الاستبعاد بيبقى اكتر من سبب سواء اصابات سواء ايقافات كلها امور بتؤدي للاستبعاد حتى لو الاستبعاد كمان كان فني يعني. لكن من ضمن المستبعدين طبعا زي ما احنا عارفين او اللي غايبين عن هذه المباراه محمد نجيب، احمد الشيخ اللي عاد للتدريبات من ثلاث ايام، محمد شريف اللي جاهز لكن هي رؤيه فنيه من الجهاز الفني، احمد علاء برضو رؤيه فنيه، حمودي كذلك، هشام محمد لسه عائد من اصابه فمش جاهز بنسبه كبيره، باسم علي فنيا، محمد هاني للايقاف، يعني في غيابات كتير، فبالتالي كان في تدريبات مهمه جدا ليهم من خلال جلسات علاج طبيعي سواء بالتحديد لصلاح محسن وكريم ندفيد، واسلام محارب لسه بيواصل التاهيل من اصابته، واللي غاب عن المران المستبعدين النهارده هو الوحيد شريف اكرامي، وده بعد ما حصل على اذن من الجهاز الفني للنادي الاهلي لانهاء بعض الامور الخاصه بيه. شريف اكرامي بالمناسبه هتبقى عودته مهمه قوي حتى لو مش بيلعب اساسي، لكن هو قائد للفريق زيه زي حسام عاشور زي احمد فتحي زي وليد سليمان، الناس الكبيره دي، محمد الشناوي كمان، الناس الكبيره في الفريق واللي عندهم خبرات كبيره بيكون ليهم دور مؤثر جدا في عوده شريف اكرامي، بتكون مهمه. هو خلاص شفي تماما من الاصابه في عضله السمانه وبيخوض التدريبات بشكل جيد جدا في الحقيقه، لكن اعتقد ان هو هيدخل في الحسابات من بعد مباراه بيراميدز ان شاء الله. سوبر كوره بتقول المده الخاصه بغياب رمضان صبحي عن الملاعب، رمضان صبحي عنده ايه؟ عنده شد في العضله الاماميه، فبالتالي ما كان في امبارح اختبار طبي للاعب اصفر على عدم امكانيه ضم رمضان صبحي لقائمه المباراه الخاصه بمباراه بيراميدز، فبالتالي تم استبعاده، بالتالي المده هتكون من اسبوعين لثلاثه بالتحديد بالنسبه لرمضان صبحي عشان يشفى تماما من هذه الاصابه، وهيكون ليه برنامج علاجي خاص بيه وتأهيلي عشان يقدر ان هو يعود سريعا للمشاركه في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، وبعديها ان شاء الله يشارك في المباريات الرسميه. وغياب رمضان صبحي في الحقيقه هيكون مش عايز اقول مؤثر، لكن كان تواجده هيبقى مهم جدا، مش هيكون مؤثر لان انت عندك مجموعه من اللاعبين المميزين جدا في صفوف النادي الاهلي وفي نفس مركز رمضان صبحي، لكن ايضا كان هيبقى مهم جدا تواجده لان هو رمضان صبحي لعيب كبير جدا يعني. فأيا كان إن شاء الله الأمور كلها تسير بالشكل المطلوب في صالح بإذن الله النادي الأهلي، وأيا كان التشكيل اللي هيبتدي بيه مستر لاسارتي هذه المباراة، وفي توقعات كتير للتشكيل حتى لو التشكيل عندنا مع بعض المعلومات الخاصة بيه، لكن إحنا خلاص قبل إيه قبل ساعتين ونص من المباراة فمش لازم نقول التشكيل، التشكيل قدامه مثلا ساعة ونص ويطلع، فبإذن الله واثقين كل الثقة في الجهاز الفني واللاعبين إن هم إن شاء الله يخلصوا المباراة دي معاهم ثلاث نقط في مشوارهم في بطولة الدوري يضافوا لعدد النقاط بالنسبة للنادي الأهلي في مشوار هذه البطولة. ده كان كل ما يتعلق بمباراة الأهلي وبيراميدز النهاردة، وبالتحديد فيما يخص النادي الأهلي من جميع الجوانب سواء في أخبار الصحف أو كمان أخبار المواقع. تعالوا بقى نروح